كتير مهم ناخد وجبة السحور. كتير من الأشخاص بيتجنبوا هالوجبة لأنه بيفكروا إنه إذا أخدوها رح ياخدوا وزن، ولكن العكس هو الصحيح. الأشخاص اللي بياخدوا السحور هن مثل الأشخاص اللي عم بياخدوا وجبة الفطور أو الترويقة. عادة وجبة السحور رح تساعدنا إنه نضاين أكتر، فنحن بدل ما نكون عم ناكل بساعتين أو ثلاثة رح نكون عم نمدد هيدي الوقت اللي عم نتناول فيه الأكل. لازم ناكل على سحور أكيد قصص بيساعدونا إنه نشبع، بضاينوا بجسمنا وتقريباً بأمنوا لنا 30% من الوحدات الحرارية اللي نحن عايزينها خلال النهار تنركز ونقدر نعمل واجباتنا اليومية بشكل كتير طبيعي.